على ضرورة مشاركة الشباب كجوهر وكمركز في الحوار المجتمعي. شنو هو الحوار المجتمعي؟ الحوار المجتمعي باش يكون فرصة باش يكون فيها الشاب هو المحور والمركز، باش يكون هو فيها الشاب قائد 2030، باش يكون هو زاد فيها الشاب صانع المستقبل. واحنا باش نخليهم بعد الطريق مفتوح لشباب تونس من بعد انهم هما يقروا وحدهم وتكون